فتحت سايبر وانا عندي 12 سنة. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ رجعت لكم في حلقة جديدة وفيديو جديد في قناة بيشو دافنشي. النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنلعب لعبة انترنت كيف سيميوليتر او محاكي مقهى الالعاب او السايبر اللي تشوفوه. المهم يا جماعة، احنا انا وانا بقلب كده في اليوتيوب لقيت يوتيوبرز كتير لعبوها، فانا قلت ان انا اجربها معاكم بقى. فيلا قبل ما ابدا ما تنسوش تحط لايك وتشتركوا معنا في القناه وتفرجوا، عشان اول ما انزل فيديو سلكوش عني نزلت فيديو جديد. وما كمان شايفين اهو احنا لسه طبعا هنبدا، ندوس كلمه ستارت. بيقول لي اسم الكيف او المقهى، خليه يا جماعه، خلينا يا جماعه نسميه دافنشي كيف. احنا هو ده يبقى اسم المقهى بتاعنا، دافنشي كيف. ايه رايكم يا جماعه بقى في الاسم؟ ايه رايكم في الاسم؟ هو بيقول لي لو هنا لو يعني لو هناخد سلفه من البنك يعني عشان نبدا وكده، وهنا ده بيقول لي 10000 دول يعني من تحويشي. طب بصوا خلينا نبدا كده بسلفه، ما برضو اكيد اجهزه هتبقى غاليه جدا. يلا بقى نبدا ونشوف هنعمل ايه او ايه اللي هيحصل بالظبط. ايوه ادينا اترز منا، وبيقول لي ان احنا قاعدين في اوضه فندق ونقدر ناكل، وفي كلام تاني كده مش فاهم. ايوه ادينا اترز منا في الاوضه الصغيره بتاعتنا، وعندنا هنا المنبه وصور وحاجات كده. طب انا جعان، فين المطبخ؟ في عندنا هنا اوضه فاضيه، وهنا ده ده باب مقفول، وايه ده؟ ده الحمام. فين يا ابني المطبخ؟ دي الاوضه بتاعتي، اوضه اليوتيوبر بتاعتي. يلا نشوف هنا، دي الصاله وما في اهو المطبخ اهو. يبقى نفتح الثلاجه وناكل بيتزا، وممكن ناكل دونات. بس كده. يلا بقى نروح ننزل على الشغل، واحنا قاعدين في فندق نحفظ رقم الاوضه بتاعتنا 233. بس كده قاعدين حفظنا رقم الاوضه. نبدا بقى ننزل كده. استنى يا عم، طب بصوا ممكن نعلي ده كده ونسيب دي. ايوه كده. يلا بقى افتح الباب نخرج بقى. والله ده سوق هنا، ده سوق هنا. في الراجل ده بيبيع اكل. ايه يا عم، احنا نشتري بيتزا؟ ده انا هاملة المكان فوق بيتزا. واحنا لسه واكلين. يلا بقى نشوف فين المقهى بتاعنا، المكان اللي احنا هنشتغل فيه. في الراجل ده بيبيع كيبورد، وتقريبا دي كيسة ولا تلفزيون؟ دي ده تلفزيون. اهو دافنشي كيف اهو يا جماعة. يلا بقى نبدأ نخش. و ايه يا عم دخلني؟ ايوه كده. يا نهار السود، ايه كل الزبالة دي؟ وضب يا عم، امسك. يلا يا عم وضب وضب. ده ايه ده؟ ايه كل الزبالة دي؟ يا نهار السود، ده لسه هنضف كل ده؟ طيب يا جماعة انا هخلص تنظيف وارجع لكم تاني، عشان شكل المحور ده هياخد وقت. ايوه كده يا جماعة ادينا خلصنا، بس انا حاسة ان احنا ما نقدرش ناخد هنا، يمكن احنا مأجرين الجزء ده بس من المكان ده. فا وايه ده؟ والله يا جماعة شكله جامد، شكله جامد وفاجر. افتح يا عم، احنا هنعلقه بره. نعلقه فين؟ ممكن نعلقه هنا. اوعى يا عم، او بصوا ممكن ايه ده. هو احنا هنعلقه هنا. ايه رايكم بقى؟ اوه يا لهوي يا لهوي على الجمال، شوفوا المنظر الخرافي عامل ازاي. يا لهوي، تعالى بقى نقعد. ده والله كنت لسه شايف بيتزا هنا. يلا اقعد على الكمبيوتر بتاعك، نعمل فوكس تشغيل ونشوف بقى الشغل يا جماعة. ايوة يا جماعة ادي الكمبيوتر بتاعنا فتح، عايزين بقى نبدأ نخش وندور على
أجهزة نشتريها. احنا عندنا طبعا عندنا أجهزة كتيرة، بس خلينا نشتري الأحسن. مش هبدأ بالأجهزة دي، هبدأ بالكمبيوترات أو ممكن نعمل حاجة. هو أنا لاحظت إن احنا بنأجر الأوض دي، فعشان كده أنا هأجر أوض تاني. هأجر كل الأوض يا جماعة، المطبخ وكل الأوض اللي جوه دي، والدور التاني حتى هنأجره. طلع يا جماعة في أضواء، سلام، ده طلع في أدوار كتير، هو دور واحد بس. فعشان كده احنا أجرناه عشان نحط فيه الأجهزة دي. بس احنا كبداية يعني كده هنبقى نشتري كمبيوترات، وفي عندنا مراوح. نبدأ بقى نشتري الكراسي، بلايستيشنات، كيبورد. ده خلينا نشتري احسن حاجة عشان الزبون يعني ما يتضايقش وكده. ونشتري الشاشة دي، وممكن ايه ده، فيروس ده ولا ايه يا عم؟ انا مش عاوز انا حاجة انا يا عم، يا لهوي. استنى، ناقص ايه تاني؟ لا كده احنا اشترينا المفروض كل حاجة. نبدأ بقى نشتري ايه يا عم؟ خلاص كده نطلع بقى نشوف الحاجات اللي احنا اشتريناها. المفروض تتحط لنا بره صح؟ ايوه اهي اتحط بره. وعمو الشرطي اهو عمو الشرطي بيلف على المكان، بس ربنا يستر. بس اصل احنا تقريبا، انا مش فاكر احنا عملنا بسوف ولا لا، والله ما فاكر احنا عملنا بسلفة ولا لا. ايوه نبدأ نلف الحاجات دي كده. هنا كده احنا معانا اول جهاز كمبيوتر يا معلم. يلا وشوف اول جهاز، صراحة منظره خرافي جدا. ولا شوف الحرامي يا عم الشرطي، انت خد تعال 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 بيت انت، والله احنا نستهبل. لا بل ده الحرامي ده سخاف، ممكن يجي يسرق مننا حاجة. ونجيب ترابيزات، نجيب نفس الترابيزة وبس كده. والله ده احنا عمالين نطلب من بدري، بس احنا عندنا جهاز واحد، فممكن نزود الأجهزة تاني. اهي ده المفروض الكيسة، يلا نزل. وده مش عارف ايه ده، لا دي الشاشة. يلا نجيب الماوس ونحطه هنا، ونجيب بقى الكرسي ونحطه كده. بس يا معلم كده ادينا. يا لهوي مين الراجل ده؟ هو راح فين؟ اهو يا لهوي يا لهوي. بس موت يلا، انت عبيط يلا، تيجي عند مين يا البودي جارد واقف كده حمينا. والله يا جماعة فرحان جدا بالمنظر الخرافي ده. ده الماوس، ونجيب ده كده الشاشة، ايه تاني؟ يلا دي، ايوه دي الترابيزة، نجيب واحدة ونحطها هنا. ايوه كده نجيب واحدة ونحطها هنا. بس كده يا معلم اخيرا، لحد دلوقتي يا جماعة معانا 3 اجهزة. يا لهوي على الانجاز العالي اللي احنا بنعمله. ايوه صح، هو الساعة كام؟ لا لسه بدري، لسه بدري. المفروض يا جماعة لما دي تيجي 22 نروح ننام. يلا بس نظبط الكرسي، مش عايزين نبهدل الدنيا يا جماعة مش عايزين نبهدل الدنيا. ايوه احنا كده حطينا الكرسي. شوف 3 اجهزة ورا بعض ازاي، يا نهار اسود. يلا بقى نجيب الكيبورد ونحطه هنا بس كده. اوه يا لهوي ده تعب وارهاق، بس في الاخر بنكسب فلوس برضو وبنستمتع باللعبة. يا لهوي هو الماوس كان فين؟ والله يا جماعة أنا بدأت تحصل معايا جلتشات. ايه الجلتشات اللي عمالة مش بتبطل دي؟ جلتشات عمالة على بطال. يا عم خد، يا عم خد ويلا، وحط دي كده. ايه ده؟
لا ده الكرسي بس عشان بعد، فهو افتكر ان الكرسي مش موجود. ايوه كده، الله الله، الدلع طبعا مش هيكفينا جهاز تاني، فعشان كده بقى احنا انا بفكر نحط واحد جهاز بلاي ستيشن هنا. احنا عندنا جي تي اس اكس وزيفا زيفا، يا لهوي دي اللعبة دي ضربة، كمان ماين كرافت. لا يا عم اشتري يا عم، اشتري يا عم، اشتري يا عم، اشتري. وبفكر نشتري يا جماعة كل الألعاب، يلا عشان ما حدش بس يتظلم وكده. اهو يا عم معانا كل الألعاب. ايه ده في مشاشة ايه؟ يلا يا عم حط كده، ولا شوف الحرامي، يا حرامي يا ابن اللذينة، هات يا الترابيزة. وما انت واقف بتعمل انت يا بودي جارد؟ ولا بس يا حرامي يا كلب، يا حرامي يا كلب، تسرقني 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 يا حرامي يا كلب. يا لهوي شوف كان جيبها، يا غدار انت بتشتغل معاه انت، ها انت بتشتغل معاه انت. يا لهوي شوف كان عاوز يسرقني ازاي وبيسرقني قدامي حيوان. انت بتسرق المحل، امال البودي جارد ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيطلع منظر وخلاص. ايوه ادينا حطيناه، ايه رايكم بقى يا جماعه؟ ايه رايكم؟ والله المنظر خرافي، بس انا عايز اغير لون الحته، الحيطه ينفع؟ خلينا كده نشوف لو ينفع نغير لون الحيطه، ده يبقى بجد اللعبه دي خرافيه جدا كده. ينفع ينفع والله يا جماعه نغير لون الحيطه، بس ايه الالوان دي كلها؟ مش عاجبني غير الازرق الصراحه، يعني هو الازرق هو اللي عاجبني، والارض بفكر اخلي دي، والسقف نحط له ده. ايوه المفروض كده المنظر بقى خرافي. يلا ايوه يا لهوي يا جماعه المنظر منظر خرافي جدا. وشوف ادينا طبعا احنا اشترينا الحتت دي، اشتريناها كلها. شوف الحرامي برضو سرق حاجه، صح يا جماعه؟ سرق حاجه؟ لا ما سرقش، بس تاخد برضو على قفاك. ايه يا عم مش شرط يا انت ما تيجي تقبض على الولد ده عيل جربان. شوف الولد، انت عايز تسرق انت مين يالا؟ ها انت عايز تسرق مين؟ وانت يا عم الشرط انت بقى، انا يا جماعه هضربه هضربه، ده ايه الولد التنح ده؟ يلا نحط دي كده، والمفروض كده نروح ننام. يلا نقفل المحل كلوز، نجيب دي كده ونقفل ونرجع له بقى في اليوم التاني. وي 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 وي. يا عم انا لحقت انام يا عم، لحقت انام يا عم، خلاص خلاص خلاص. يلا بقى نيجي ناكل، انا مليت التلاجة امبارح صح؟ المفروض ان انا مليتها، ده حشيتها. يا لهوي يا لهوي شوف عندي كام بيتزا، ده ايه ده كله؟ ايه الهنا ده كله والدلع ده كله؟ يا لهوي شوف مليت الدنيا بيتزا. ننزل بقى على الشغل ونروح بقى ونشتري أجهزة تانية، عاوز أملى المكان كله أجهزة في المحل بتاعي. يا جماعة أنا مشيت مشيت وسبت المكان نظيف، ايه اللي بهدله كده؟ فين المقشة؟ هات المقشة يا عم. أيوه كده احنا بقى دلوقتي يا جماعة عايزين نجيب أجهزة بلايستيشن تانية. يلا تعالى كده، ايوه يا لهوي يا لهوي يا لهوي، نحط بقى اجهزة البلاي ستيشن هنا. نجيب الترابيزة دي كده، نحط اول جهاز هنا، نلف دي كده بس. ايوه حطيناها كده، نبدأ بقى. يا لهوي شوف يا جماعة اشترينا قد ايه، اخيرا يا جماعة. يا لهوي شوفوا عملنا قد ايه،
عملنا كل ال استنى مش عارف، بابا حاطط الحاجة ويقول لي ان هي مش موجودة، ازاي بقى؟ مش عارف انا ايه اللي بيحصل ده. يلا رجع دي كده، ايوه كده. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ بس كده يا جماعة تعبت كده، ويشوف عملنا قد ايه. عندنا ادي جهاز، 2 3 4 5 6 7، معانا يا جماعه 7 اجهزه. يا نهار اسود، ومعانا كمان دراع زياده، هو ده الزياده بس يا جماعه. يلا فطبعا يا اصحابي انا خلصت، فعجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو تسيبلكوا اشعار اني نزلت فيديو جديد. وهاتلي واحده بس كده، ولا شوف الحرامي ده بقى، انا هضربه يا جماعه وانهي الفيديو. و يلا 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 واو علي. يلا بقى يلا، لو عايزين نزعل اللعبه دي تاني وصل الفيديو ده ل10 لايك. وانا كنت طالب حاجات تاني، يا نهار اسود. بس كده يا جماعه، فاشوفكم الفيديو الجاي وحلقه جديده في قناه بيشو دافنشي، ويلا سلام.